عشاق الدجاج البلدي والمنتوجات المجالية الطبيعية البلدية ديال البلاد، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر هنا من السوق الأسبوعي خميس سيدي بوصبار إقليم وزان. خيرات ديال الدجاج البلدي خاصة يعني الديك البلدي الأصيل كيف ما تشوفوا معنا، خيرات موجودة من إنتاج نساء المنطقة والدواوير المجاورة، فهذا نشاط اقتصادي بدوي قروي جبلي هنا بالضواحي سيدي بوصبر اقليم وزان. كيف ما تشوفوا الخيرات ديال الدجاج، الاثمنه ما عرفتش واش غاليه ولا رخيصه، غادي نحاولوا نقرب لكم يعني كل واحد والثمن ديالو، وانتم لكم الحكم ولكم التعليق يعني في البث المباشر فضلا وليس امرا. المرجو تاكيد جوده الصوت والصوره باش ننطلقوا في هذا البث، نسولوا واحد من المهنيين اللي يبيعوا ويشريوا في الاسواق الاسبوعيه وخاصه بالمناطق الجبليه القرويه. هاد المنتوجات هادو يعني تتم يعني التربيه ديالهم في المنازل، يعني ماشي في الضيعات ولا لا، ديك المرات دير ديك الجوجات تتوجد ديك البركة جوج ولا واحد تديه للسوق تترزق به الله عاود تجيب به مصروف ديال الوليدات ديالهم. هادو يعني النساء ديال القرية اللي تيربيو هاد الدجاج بلدي لاحقو وطريقو. خيرات موجودة اليوم في السوق الأسبوعي ودائما يعني في الأسواق الأسبوعية، غادي نحاولوا نتعرفوا على كل واحد والثمن ديالو والوزن ديالو. عبدو فينا هو؟ كي داير السوق اليوم؟ السوق اليوم الصباح كيكون بنادم كيسول كيكون شويه الثمن، ولكن الشاري ما كاينش. شريتو انتوما الدجاج دابا؟ بنادم انت كتشوف السلعه كاينه، ولكن بنادم كيجي كيعطيك 50 ريال ديال الربح ديالها شنو هي؟ تا المركوب عاد انتوما كتجيو بلايص بعيد. كاين اللي كطيح عليك 20 درهم المركوب وعاد زيد الغداء مصاري، ما كاينه شويه المصاريف ضروري. دابا مثلا الى هذه الدجاجة داك فروج هذاك روازي روازي هذا واقيلا ماشي بلدي، هذا في يومي هذا شحال داير هذاك؟ هذاك مولاك يقول 1800. وهذا يا هذاك الكروازي؟ هذا الكروازي كيقول 14 هذا ماشي لحسابك واقيلا؟ لا انا هذا مو ديالي مو هذا. هذه الدجاجة هي لا الدجاجة هذاك هذاك دابا الدجاجة 50 درهم الثمن ديالها، 50 درهم 1100. كاين هاد القطع هذا ديال هاد التجارة هادي فيها شي طريق بالخبز ولا والو؟ واش غنقول لك كل نهار ورزق، وحسن بنادم يبقى جالس وصافي كتسمى قلب الطرف ديال الخبز حلال. لا داكشي اللي كاين، إلا بغيت تحلو حلو، بغيت تحرمو حرمو، داكشي كيبقى النظرية ديالك. كيدير المعاملة مع الكليان، الناس يشتروا منك الكليان. شوف الكليان ملي كيكون الخير موجود بنادم كيبقى يتفشش ياك. شوف شحال ملي كتكون السلعة قليلة صح. اليوم الخير موجود في بالي كاين السلعه اليوم، ولكن حتى الشاري شويه الشاري ما كاينش، ما دخلش البراني ولا تحرك السوق. البراني ما كاينش، البراني دابا البراني مع الزيتون مع هذا بنادم اللي عاب الزيت، وهذا دابا المدينه اللي كتقع هذا الشيء ديال البوادي. هذا شحال داير هذا ديال هذا؟ هذاك ديال القبيله هذاك. راه نشوف القبيله. شكرا المرضي. والقلعه والقلعه والقبيله اخي تبارك الله على السعاده ثاني اخويا عزيز بخير، كي داير مزيان، كي داير الامور ديالك بخير وعلى خير، كي داير مع القوم عذبوك القوم وقلاك؟ لا مزيان والله مبارك الحمد على كل حال. الحمد لله الحمد لله. كي داير السوق اليوم؟ السوق انا نقول لك راه السوق انت كتشوف
اجي ورينا واحد بواحد. واحد بواحد؟ اييه. اين هو؟ دابا هدايا شحال داير؟ هذاك راه داير دابا رانا شاريه ب 15 وكنبيعو ب 18. هذا الحمر هذا؟ هذاك الحمر راه داير 17 وكنبيعو ب 19. واش كاين شي مليح ولا عام؟ المليح كاين المليح، راه يخسر لك شي القضية ديال المليح، راه كتشوف. شي حاجة كاو كاو، شي حاجة زاز لوز. فهمتيني ولا؟ بلديين على حق مطريق. لا حق مطريقهم هذه الكاملة تبقى تعيط بالعادة والشيرة اللي بالنمية. تبقى تعيط عليه تاني. وهذا شنو عامل؟ هذا الزهر القوري. القوري راه 1800 هذا باش مخلص. 1800؟ اه يا. وهذاك 16 ديك الحميمار. هذا؟ اه وهذا مبجوج ب 25. 25 هذا مبجوج. 25 2500 درهم. فراير جيل. 125 درهم. اي 125 درهم. الحمار هذا ياش؟ وديك الحمار هذاك بجوجهم 3400. 3400. اه. زين تبارك الله. تبارك الله البلدي البورو كاوكاو شي حاجه ديال الطبيعه. والكيلو ما تبيعوش بالكيلو. كيلو لا منو حنا الدومين ديالنا غنشري هكا وبيع. هاي انا بالمعينه. طاب المعينه خويا عزيز. كل واحد باش ما يطيح صاحبه. كل واحد باش ما يطيح صاحبه. ها الشغل ديال الكره. كي داير الاقبال اليوم في السوق؟ اقبال دقه دقه هذه القضيه غير دقه دقه. لا ما دخلش البراني ما دخلش. لا ما دخلش البراني والناس الفاكونس ديالنا والناس ديال البلاد اللي بعيدين وكذا وهذا راه ما لا مشاو علينا الناس البلاد البعيدين القضيه تتازم وما تيجي عندنا القضيه كترحم اللهم لك الحمد. كل العالم القروي كل شيء موجود. ما كل شيء موجود في الساعه في الساعه الحمد لله كل شيء موجود. ومن السيمانه المجموعة ما نعرفش شنو يكون. دابا انت هذه هي المهنه ديالك. هذه هي المهنه ديالي ودي اخويا علي. كي داير الحركه بصفه عامه؟ حركه البركه يعني اقناع والعيش وصافي. اقناع غير القناعه واحمد الله. شحال تربح في الواحد تقريبا؟ فاروج كتربح فيه 10 دراهم. 1000 فرنك. اللي ما تباع لكش هنايا؟ اللي ما تباع ليش هنايا كنمشي ندور به في الفيلاجات. تطلع العين ندور عند الناس الكرامة الشرفه الحرار. هيا هو الاجواء متابعينا ومشاهدينا من السوق الاسبوعي انتم تشريو دابا من النساء ديال الباديه من النساء ومن الرجال اللي جاب شي حاجه للسوق اللي جاب شي حاجه للسوق سوا من العيال الاصغر اللي ما عارفينش الوثيقه والقانون كيفكم تبقى تزايدوا بعد مره كنزايدوا على القضيه كتسخن هي راه بحال شغل الكره القضيه كتسخن بزاف تبقى ما كان وقع منافسات يولي الركاع لا ما زعمتيش هز لك الماء وهو غا لعبه البيع شرا اما دربعه ولا القسام لعبه هو خويا وتبارك الله عليك السي عزيز الله يحفظك تنكرمك تتشرفنا بكل سوق الله يعزك الله يبارك فيك ودي خويا عزيز تحياتي خويا عزيز الله يحفظك الله ييسر الامور تهلا عاف الكليان وجيب لنا المليح للسوق والبيض ما سولناكش لطفي بلاتي واحد السؤال البيض شنو داير اليوم البيض البلدي داير 40 ريال البيض دابا بالجمله 40 38 هذا فاش وصل البيض اليوم اخويا عزيز اليوم البيض البلدي ديال الطبيعة اللي تيحس الصفورية حاجة بلدية شي حاجة صحية وجودية وطبية الله يسخر لطفي الله ييسر الأمور انتم متابعينا مشاهدينا من السوق الأسبوعي تجات بلدية الأسواق ديال البادية العالم القروي كيف ما تتابعوا وتتشاهدوا الخيرات موجودة بلدية على حقها وطريقة الناس هادو تجار تشريوا من الناس اللي تيجيو للبادية تبيعوا المنتوجات المجالية ديالهم هنا الأسواق الأسبوعية مثلا بحال هذه جايبة البيضات تشوف بيضات بلدية شوفوا هنا البيض البلدي عاود يعني هنا كاين التجار تيشريو البيض من الناس وتيجمعوه تيديوه هنا البيض ديال بيبي هذا منتوجات محلية ديال البلاد المناطق الجبلية كيف ما قلت غالبا تسهروا عليه النساء تسهروا عليه النساء هما اللي تربيوا هاد الخيرات هذه
انا نشوف لك القنيه بالنسبه للاخ اللي تسول على القنيه، نسول لك القنيه. هذه القنيه هذه شحال دايره المعلم؟ اخويا 14 ريال. ذكر لنتو هذا. لنتو. هذه 70 درهم. ها؟ هذه 70 درهم. 70 درهم. وهذا البيض هذا؟ هذا البيض هذا 12، شحال هذا ديتيه 12 ريال. 12 بيض. 12 ريال. شكرا. لا سخار. البيض ديال بيبي شحال داير؟ داير 60. 3 دراهم البيض ديال بيبي 3 دراهم. 38. صافي البلاطو زعما رولي ما عندي فين. مباشرة من السوق الأسبوعي خميس 16 ديال بوصبر نواحي وزان، أجواء ديال السوق الأسبوعي، الدجاج الرومي داير 20 درهم الكيلو، والبلدي أنتم ما تشوفوه حاولنا نقربكم من الأثمنة عشاق الدجاج البلدي والناس اللي باغيين الدجاج. فتنحاولوا دائما من عين المكان مباشره نقلوا لكم اخبار السوق ونرصدوا لكم الاجواء والاثمنه. البيض البلدي 2 دراهم وديال بيبي 3 دراهم. أنا 40 أصاحبي، ما كنت وحنا 40 أصاحبي، أنا أيا وأصاحبي. أنا مرسل أصاحبي، أنا سيدي مرسل وحنا، واش ما كانت النتيجة ولا؟ ويلي. كيدوروا معنا ما ولا، جيت أبقى معنا، واش عمقل ولا أضربي؟ وديال بيبي بيبي 50 ريال والله. اللي بغى البيض يجي لعند ديال الوز 120 والله. تحشي الباقي ما دخل يجي، ما كاينش باقي ما جاش بالبرك تا هو راه قريب يجي. ايوا جاي شكون عايجيبو لك تبرتني البيض البيض. الكردي هلا مليك الله. ابقى عاد تشرشي خد راسو هلا. دابا تيتهرسو لك البيض؟ وا كيتهرسو ها تينطول اصاحبي طول 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 طول. عندك بشويه بشويه. وا كيتهرسو ما كيتهرسو. ومامي كيشوفوا الحي ها كيتهرسو القيام. تبارك الله الخير. واقضي تبارك الله تبارك الله. لا دابا الكميه مزيان. ياه. والدجاج قد ولد راس خنات. ياه دابا. لقيت ديال البيض اللي. خصو الفروج. هي حبيبي. الله يسخر. الله يسخر حبيبي. الله يجيب التواسل. تهلا عاف الكليان. الكليان فين هو؟ ما بقاش شي كليان ساعة. أما يجيو عندك الكليان. شنو اللي يشري منك حنا دابا تنهضرو؟ ايوا المدينة قريبة ماشي بعيدة بزاف. لا كطلع تل طنجة خاي ديالي تل كاستيو خو. عاود مصاريف. مصاريف وشنو؟ راه تشارجي راه المازوت ديالك راه الماكلة ديالك راه السيارة. شحال تعمل البيت تما دابا تقريبا؟ 45 ريال 46 ريال. هنايا شويه مناسب على تما. هنايا شويه مع الباديه مع البركه الزيتون مع الناس عاوتاني راه واكله البقايله. ياه. شويه القضيه راه مزيان مزيان وارحمنا الله راه القضيه مزيانه حبيبي. ولا هو فيه ما يهضر هو تتعكس وصافي. هو شويه كان القانون الفروج راه بلعه. هدر معنا الفرج ضروري ولا هرب من الفرج بقى لنا شي رباح. دير 100 درهم شنو هو؟ فرج انا عام 70 درهم مشري عندي باقي تحوس نكذبوا صح. لا راه شفت من 100 درهم. لا هو عام 70 درهم اللي شري الحمار. اي التوازي اجي جيب لي فرج
ايوا قضيه البليز. ها التوادي واحد مهرس الحيوان وكدير المفرش يا ويه يا ضيعاوية بقى اربع دابا جوج درهم مهرس مشاو قول مشاو راه اخرين جوج اخرين اين الربح؟ 6 دراهم اش من 6 دراهم راه 160 ريال 6 دراهم جوج درهم الوحده ثلاثه قلتي مهرس اربعه صافي 800 درهم ربي يخلف لك تشوف قطع معور مسكين الله لا تا قلتي ثلاثة لا أربعة الله ربي يخلف لك المرض ربي يخلف ربي والي يخلف الحمد لله وين أنا عاد عيد معك أصاحبي مالك غير تتقلق أنت والله أنا التقلق ما عنديش بعدا ياه وأنا تندعي معك أنا قلت ربي يخلف لك الله يرحم والدي ربي يخلف الجميع اللهم آمين يا ربي ما خصكش يتعصب البيع شري لا لا تعصب ما بيعتش وشري اختار اصبر راسك اختار هاك وحدة فابور ايه انت فابور فابور لان الكون جي دابا وحده انت فين الربح؟ دي بيضاطي وحده فابور وهذيك مهرسه انت صدقتي عليك هذا مسيكين مشات يخلف الله يخلف الله قالوا لك هنايا الاخوان معك في المتابعه قالوا لك شحال البيض باش تبيعو نتايا انا؟ اه انا بغيت تبيع هذا الشيء كامل شي واحد دابا 10 دراهم هنا هنا جدران صافي ويختار راسه من طرف الطرف ها ويختار ولا كل شيء لا كل شيء بدا من الطرف كاينش الخطره والعزله باين ريال وعزل تا يديها علاش لازم ولا رسم نهار ما كيديهاش ما كاين حنا كنهضروا على الرقيقه اي ايوا قضي قضي واجي ها هو دابا البيض الا كانت خاسره ولا شي حاجه تعرفها ولا ما تعرفها؟ كنعرفها الا كنت على خاطري كنت مقلق ما كنعرفهاش يا شي هادشي فيه لا كنتي على خاطرك ولا كنتي راه شات داروا بك خمسه سطول سته سطول بصح الاخر احسن من الاخر احسن من الاخر خلص الاخر كيما بقي العرفه يزربوا عليك كان انت كتزرب على راسك بالي الطلاق مشى عند واحد اخر هي ما عندي ما نسالك احسن احسن مول البيض ايوا انا وانا مشكور في اي سواق مش عارف سوقنا هنا بارك الله عليك لكن مول البيض من ناحيه الماء وقول من ناحيه داش ما بغيت بارك الله عليك ما جبرش شي حاجه هذاك هو كاين هذاك هو المطلوب عيط لي راه كلهم قول لهم شكون اللي يقول لك فلان برافو ليك ما بغيت برافو ليك لا لا صافي لا ايوا حنا ثاني تنبينوا على الناس اللي هما معقولين صافي مرحبا والحاضر عرفنا بهم وجاو الناس اللي عندهم ما يحشموناش مرحبا بهم ولا خصهم شي حاجه مرحبا بهم نعم حضر وهذا تبيع هنا ولا تمشي للمدينه شمن المدن ولا تمشي انا كنمشي حد حد عند الريش الفرزاوي الخزان صافي رجع لهنا للدار حداد تو ذا صافي المهم اللي يجي عندك عند الريش اه عمار بعد هذا صح اه هذا معمار ديال الكرا الشريف هذا هو عندك هو قال 40 انتما كيف ما تشوفوا 40 ناكربوا حلالك من البضاير من هنا البضاير جاب 28 32 خير الخير الكميه داخله عاد الدكار شريف راه فين والله الا عندي الدكار بالله ما عندكش اللي شنو اللي مخصم لا كل شيء مليح كل شيء كل شيء زين كل شيء مليح كل شيء خلي نبدا فرزاوي فرزاوي تينا قالوا لك ايا قال لك واحد في التعليق واش تدير الكريدي نبغى ياخذ الكريدي كريدي موجود ولكن الموقع الراس كان شخص يحطم راه سولك واحد هنايا قال لك واش تدير الكريدي كان ديرو كان الدراري صحابي كيجيو كيديو سلاح كنخليها بلا فلوس تا كيدخل المعقول انا كنعاود لك الصراحه هذا يدخل هذا كنت مكريدي على الخطر الاخر 50 الف فرنك ولد الكلب وما يقرش بالحقيقه والله الا كريدي ذيك بالله والله الا باين اللي مشى الخير خمسه هذا ما اختيش السرير مشريين بيها ب 50 مشريين وانا تنقول لك شي كاين حضر هو بالنسبه للاخوان اللي تيسولوا انا تنحاول نقول لكم الاسئله ديالكم مباشره اللي بغى يتواصل معاه ها هو كاين في السوق ستاك سيدي بوصبر اقليم وزان هذه هي المهنه ديالو التجاره بالاسواق الاسبوعيه البيض جاف كل المشتقات ديال هذه المنتوجات المحليه صافي لا اختي ايوا سمعوا المعقول كي داير قال لا التفقيس قال لا اللي من يعني شي حاجه ما ماكدتش منها واش عاكم سول ملاثم قال لي ماشي ديال الدكار
مش تقدر ما تقدر تقدر ترى بيتهم قبايله اصلي احنا الخيانة ما عندناش يا صاحبي. الله يعطيك الصحة برافو. عشان يا اخونا هاي الدجاجة مقيمة حسب الدلف. هذيك الدجاجة وقرت شهر وشهر وصار والدم ديالها ما كيبقى. على حسابي انا. الله يعاودي الله يعاودي. ماشي لي موما. ضربتها معاه هما ماشي ديال. وهي ماشي الدكار. لا. تنتواجدوا في السوق الأسبوعي خميس سيدي بوصبر إقليم وزان. هذا التاجر هذايا كاين في السوق الأسبوعي. خميس 6 سيدي بوصبر اقليم وزان جهه طنجه تطوان الحسيمه. اللي بغى شي حاجه كيفقى لكم مرحبا به. عادة القهوه في السوق الاسبوعي وكذلك تمشي حتى للسوق الاسبوعي عين دريج وتروالو يعني في الاسواق الاسبوعيه في المنطقه. قالوا لك اجي عندنا سيدي سليمان واحد الاخ قال لك يجي لعندك الا كاين شي كوموند تما. بالنسبه للاخ اللي تيسول في سيدي سليمان هو راه طالع هابط تيدير ديك المحور الطرقي طنجه الخلا عفوا الرباط القنيطره سلا هنا تيكون يعني عنده الدراري تيهبطوا لتما. يعني الا كان شي طلب لتما راه يصيفطوا لكم حتى لتما كيف ما قال لكم. غير خاص المعامله تكون بالمعقول. هيدا ياك مول البيض وانا المهم تنحاول نجاوب عليك وإلا غلط صحح لي. وايدك ومصطفى لا يتكلف بالنقل. ها هو فينا هو والنقل يتكلف والنقل يتكلف. ها هو فينا هو مصطفى. توما الشباب ديال المنطقة تشتغلوا على راسهم تجيبوا لقمة ديال العيش حلالا طيبة. التجارة ماشي حرام أو عيب. لا تخدم على راسك. هايدي الله يتوب عليك. أما حسن اللهم نعم وحنا بالدور ديالنا ريال وجوج وكل خطرة وكيفاش. كل مرة وكيفاش. هذا بيع وشرا. لا الخسران ما كاينش ولكن دي كيكون ناصب قليل شوية وصافي. ما الخسران ما عمره يكون. الحمد لله. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله. هذا هو الأجواء متابعينا مشاهدينا. تيشتغلوا تيجوا الصباح السوق الأسبوعي تيشريوا السلعة من الناس. تكون سلعة مخلطة هما تيقلبوا قبل ما يشريوا وتكون يعني الأجواء ديال البيع والشراء بالتراضي في الأسواق الأسبوعية أو تيشتريوا هاد السلعة وتعاودوا فيها البيع كيف ما قال لكم ريال جوج دريال في البيضة وهكذا تتم العملية. غير هو شي حاجة طبيعية بلدية ديال البلاد يعني شي حاجة منتوجة محلية 100% هنا من المناطق الجبلية. شكرا لكم مشاهدينا متابعينا. إلى هنا أودعكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر إن شاء الله وفي موضوع آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.